الحوار ده. درتي راسك مشتينيش؟ ما شفتكش. انا اي واحد بنت درويشه ما عندهاش مع مشاكل وكتمشي حويطه حويطه. شوفي ليا في عيني وعاودي قولي هادشي. اه شفتك وما بغيتش نشوفك. وها انا كنشوف لك في عينك على الزعمة باش زعما نحس بالرومانسيه والحب وداكشي زعما باش نتاثر ونخليك في هاد المصيبه اللي انتينا فيها. تبدلت يا ورده؟ تبدلت وانا في حالي وتبدل حتى انتينا وزول من هاد الهم اللي انتينا فيها. وانتي ما فاهمه والو وانا ما يمكنش نشرح لك. علاش غادي نفهم؟ اشنو بغيتيني نفهم؟ واحد في الطول في العرض صوتو كيزنزل الدنيا وفاش كيشوفوه الناس كيتخلعوا منه ويجي واحد بحال الغندور كيوقف قدامك كترجع بحال القطيوة تمكمش. هاكي كتشوفيني؟ ماشي انا اللي كنشوفك، راه الدنيا كلها كتشوفك. ما كتهمنيش الدنيا كلها، كتهمني انت وهادشي اللي بيني وبينك هو اللي تيهمني. عندك جوج حاجات يا عاد اختار بيني وبين الغندور. علاش فين ما تنجي نهضر انا وياك على حياتي انا وياك تدخلي الغندور؟ هذيك حياة أخرى تنعيشها في بلايص أخرين ما فيهاش أنت. اللي مهم هو هادشي اللي تنهضرو فيه أنا وياك. خوي الغندور من راسك. باقي ما جاوبتيني، يا أنا يا الغندور. ما عارف ما نقول لك هذا. ما عندك ما تقول لي بركة غير هذا الشيء. بعدا كتحس براسك انت احسن؟ ما نكذب عليك الا قلت احسن، ولكن باقي شي كيدور لي في دماغي. والله تحس بك حماده وعرفك مزيان باش ما كتهضر، ولكن ما تخافش. سمحي لي يا هذا. ماشي مشكل. وشكرا. بالعكس راه ما بيناتناش هادشي. شنو غادير دابا؟ عرفت انا صريح رجلي شويه نشم بها هو اكثر ومن بعد تمشي للدار. ما قدرتش. شوف انا عارفه بلي دابا ما تقدرش تهضر معاها. ما تهضرش معايا الا بغيتي، سير دخل لبيتك وسد عليك. ما قدرتش. وشنو غادي دير فينا تمشي؟ نمشي فين ما كان. لا ما يمكنش ما يمكنش حماده، يلاه معانا للدار. داركم؟ اه لا علاش شنو فيها؟